هنا عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ عزام مبارك صباح القيادة الحكيمة ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية في عملياتها الاستباقية والتي تكللت بإحباط عدد من العمليات الإرهابية والقبض على 116 إرهابيا بالإضافة إلى كشف عدد من الأماكن التي تستخدم في تصنيع الأسلحة والقنابل لإلحاق الضرب بالمدنيين وأشاد السفير الكويتي في تصريح لوكالة أنباء البحرين بيقظة رجال الأمن في المملكة وسرعة ضبط الخلية الإرهابية ما يشكل رادعا قويا لمن يحاول القيام بأي جريمة مشابهة مؤكدا أن أمن مملكة البحرين من أمن دولة الكويت وأن الكويت مع كل ما تتخذه البحرين من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها